لو هنتكلم على نقاط قوة الزمالك حاليا عفوا بعد مشاهدة مباراتين للزمالك في البطولة العربية، ايه اللي نقدر نقول عليه ده نقطة قوة للزمالك؟ يعني ما حدش ينكر ان دلوقتي مثلا احمد فتوح دوره بقى مؤثر جدا في نادي الزمالك، من خلال نقل الهجمه، من خلال بدايه الهجمه الراجل عنده فيجن كويس جدا، عنده رؤيه، عنده هدوء واتزان انفعالي. في لعيب ممكن يكون اعلى مهاريه من احمد فتوح، لكن الهدوء والاتزان الانفعالي اللي بيمتاز احمد بيه فتوح بيخليه حتى في الماتش صعب وفي التحامات وفي ضغط هو هادئ جدا في التعامل مع الكوره، شايف الملعب بشكل جيد جدا، بيقدر يخرج بالكوره. بعض الانباء كانت بتشير ان احمد فتوح مش منسجم قوي في المكان وحابب اكتر المكان الاساسي، لكن دايما انا بشوف ان مصلحه الفريق ككل اهم من الرغبات الشخصيه للعيب، ان هو بيشوف راحته اكتر في المركز ده. فاحنا بنفتقد شويه اللعيب في وسط الملعب اللي يقدر ينقل الهجمه، اللي يقدر يطلع بالكوره، اللي عنده فيجن كويسه. ففتوح يعني انت شايف انه فتوح يلعب زي ما لعب في المباراه الاخيره امام الشباب في نص الملعب، ما يلعبش باك شمال؟ طيب احنا دايما كده انا بقول نفترض الرؤيه كم، انا لو لعبت فتوح الجبهه الشمال هدي قوه لجبهه اليسرى، لكن هطلع بالكره ازاي؟ ما احنا دايما المشكله ان احنا بنبص لاي زاويه من ناحيه واحده بس، لا انا لازم ابقى كشف. لا انا كتير في المباراه عانينا نقول ما فيش حد بيقدر يخرج بالكره بشكل كويس، ما حدش بيقدر يطلع الكره بشكل قدام بشكل كويس. فانا رغم قوة أحمد فتوح في الجانب الأيسر، لكن احتياجي كفريق إن حد يقدر يمارس تدرج بالكرة من الخطوط يقول لا، إن احتياجي لأحمد فتوح في المكان ده هيكون أقوى. أنا كنت شايف المباراة اللي فاتت إحنا افتقدنا جدا نضاي، يعني أنا كنت شايفها مباراة نضاي لعيب بيجيد السرعات والتحولات الهجومية، في طبعا بعض علامات الاستفهام على حتة تضيع بعض الفرص والكلام ده. هيكون متواجد نضاي كده كده في المباراة بتاعت بكرة يعني. وأتوقع إنه ممكن يكون له تأثير. يعني نضاي في مباراة يعني النصر السعودي متوقع ان يكون مندفع، هيبقى فيه مساحات في ظهره، خط ظهره بيلعب بدفاع متقدم، فما اللعيبه اصحاب السرعات زي زيزو زي الجزيري زي نضاي، اعتقد ان اللعيبه دي اللي ممكن تعمل شكل ليه كويس جدا، لان اعتقد المباراه دي هيديرها اصولي وبذكاء، ان انا ادافع تحت خط الكوره وخطوطي متقاربه. دايما كده لما يكون الفوارق الفرديه للمنافس خليك اذكى بتقارب خطوطك وتلعب في الدافع في مساحات ضيقه وتهاجم في مساحات كبيره. يعني في قاعده كده في كره القدم يقول لك ايه، اصعب حاجه ان انت تهاجم في مساحات ضيقه وتدافع في مساحات كبيره، والعكس بالعكس. فاوسوريو هيعمل متوقع انه يعمل العكس، ان انا هدافع في مساحات ضيقه، المساحات الضيقه دي بتخلي اللعيبه متقاربه، بيحموا ظهر بعض زي ما بنتكلم كده بلغه الكوره، وفي نفس الوقت بهاجم في مساحات واسعه، ان انا اقدر اول لما اقطع الكوره احط لزيزو في المساحه، احط للجزيري في المساحه، نضاي او شيكابالا اقدر احط لهم في المساحه، فهم يقدروا يشكلوا خطوره. ولكن بيبقى بعض الوقت شايفين كنا ملاحظ في مباراه الشباب ساعات بيبقى في بعض البطء، يعني دايما ببقى محتاج في المباراه دي رتم اسرع، مجرد ما قطعت الكره احط الكره في مساحه بس كمان احطها بدقه جيده، لان انا مثلا بدل ما احط الراجل مثلا هو بين السنتر باك والباك عشان يروح هو الجون، لا احطها له بره على الخط فيجري ويروضها ويستنى حد يعمل له الكروس، لا. فالتدريب على شكل التحول اللي تعمله مهم جدا. صحيح. ورسم سيناريو المباراه ليه، لا ده انا مقطع الكره من ناحيه اليمين هعمل قطريه هنا فانت تقطع عليها بالشكل ده، والتدريب على الكلام ده بشكل كويس، لان في بعض الناس فاكره لما انت بتلعب مثلا على التحولات الهجوميه او باللغه الدارجه على المرتدات ان لا هنقفل وطلع واحده، لا هو ليه شكل معين وشكل الكره بيطلع ازاي واللعيب هيقطع ازاي في المساحه دي التدريب عليه، لان ده شفناه في ماتش الشباب السعودي. لان الشباب كان متقدم فكنا بنلعب على الكور طوليه من ظهرنا، حتى بعض الناس انتقدوا ده، لا انا كنت شايف ان ده صح، لكن الكور ما تعملش كور طولات عموديه بتبقى اسهل لحارس المرمى ان يطلع ياخدها، لكن لما بتتعمل بشكل قطري حارس المرمى بيخاف يطلع يجيبها، وبتبقى اسهل للراجل عندك الجناح انه يقطع عليها في ظهر الناس. فالتعامل حتى في الكوره الطوليه ومدى مكسها في الهواء بيديك فرصه حتى ما تقعش في الاوفسايد، لان الكره اللي انت لو رحت من بدري هتقع في الاوفسايد. فكل ده انا شايف ان التدريب عليه، والجيم لو الزمالك لعب بشكل جيد جدا النتيجه دايما لا يعلمها الا الله، لكن أكيد. هتقدم جيم محترم، هتقدم مستوى يليق بنادي الزمالك اللي مهما تغيرت الظروف وتغيرت المقاييس في الوطن العربي وافريقيا يظل احد اهم واكبر القلاع في افريقيا والوطن العربي.